وحول هذا الإنجاز الحقوقي يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد جمال عبد العزيز العلوي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. أهلا بك في نشرة الثامنة، نبارك لكم بالطبع تكرار هذا الإنجاز. ماذا يمثل حصول مملكة البحرين على تصنيف الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للمرة الخامسة على التوالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليك بالخير وعلى السادة المشاهدين. في البداية يشرفني أن أرفع أسمايات التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء المقر حفظ الله ورعاه. مناسبة حصول مملكة البحرين للعام الخامس على التوالي على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، والمعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. في الحقيقة يمثل هذا الإنجاز تفرد مملكة البحرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالحفاظ على هذا الموقع المتميز في التصنيف الأول لمدة 5 سنوات متتالية، تجسيد صراحة للرؤية الاستشرافية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحماية الحريات وضمان المساواة أمام القانون دون تفرقة وتوفير سبل الإنصاف والعدالة لكافة المقيمين على هذه الأرض، واللي أصبحت اليوم نهج وطني راسخ والكل يشهد فيه. كذلك هذا الإنجاز صراحة يمثل التزام وفعالية المنظومة الحكومية قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه تنفيذ توجيهات سموه بضرورة مؤسسة العمل الحكومي ضمن استراتيجية شاملة تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان ترسيخ ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن عمل كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية. وهذه صراحة لقيناه متجسد واقعا من خلال اللجنة الوطنية، وهذا موقعنا أن نشكر جميع أطراف اللجنة الوطنية والجهات الحكومية اللي ساهمت في هذا الإنجاز الوطني الكبير. على وعلى ذلك صراحة هذا الإنجاز يؤكد أن وجود قناعة دولية على أن الثقافة دي ما تنحصر في الجهاز الحكومي فقط، وإنما اليوم أصبحت ممارسة اجتماعية عامة في مملكة البحرين جعلت حقوق الإنسان والحفاظ على كافة أطراف العمل جزء من بيئة سوق العمل في مملكة البحرين. طبعا ذي كله نابع من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وثوابتنا وقيمنا العربية الأصيلة ولله الحمد. نعم بلا شك سيد جمال، يعني البحرين أصبحت اليوم بيت خبرة في هذا المجال على صعيد مكافحة يعني أي نوع من انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتحديد يعني نتحدث اليوم عن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والبحرين يعني على مستوى الشرق الأوسط يعني هي دائما الأولى في هذا المجال. إذا عدنا إلى التقرير، تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، على ماذا يستند، على ماذا يرتكز هذا التقرير في تقييمه لجهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص؟ نعم بلا شك أن مملكة البحرين تبوأ مكانة مميزة في ذي ولله الحمد من 5 سنوات مضت. طبعا التقرير الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية يرتكز على تقييم نسبة الامتثال للمعايير المطلوبة للقضاء على جريمة الاتجار بالأشخاص وفق التشريع الأمريكي في ذي الخصوص، واللي تعكس الجهود الحكومية واللي اتخذت الدول من تدابير وإجراءات في هذا المجال. طبعا مملكة البحرين تميزت بتدابير وإجراءات جادة ومستمرة على وجه الخصوص مثل ما ذكرنا مسبقا مؤسسة العمل الحكومي ترسيخ ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص احترام الجميع ضمن الثقافة المجتمعية. إلى جانب ذلك أطلقنا في مملكة البحرين العديد من المبادرات والمشاريع ضمن منظومة متكاملة العناصر تمثل في الملاحقة القضائية، الحماية، الوقاية، الشراكة، زائد مؤسسة العمل. وهني إذا سمحتوا لي أتطرق حق أهم المشاريع اللي اتخذتها مملكة البحرين. طبعا لا الحصر، هاي مجرد أمثلة لأهمها. طبعا إنشاء جهاز قضائي مختص في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص مكون من نيابة متخصصة في قضايا الاتجار بالأشخاص، تخصيص محكمة للنظر في هذه القضايا، هذا إنجاز مهم. عندنا نظام إحالة وطني لقضايا الاتجار بالأشخاص يجمع كافة الجهات الحكومية. الإنجاز الكبير بعد اللي تحقق في السنة اللي طافت تدشين المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، تدشين نظام حماية الأجور، تدشين نظام التأمين الاختياري العمالة المنزلية. ما ننسى الله يسلمك موضوع مهم هو الإجراءات اللي اتخذتها المملكة أثناء الجائحة وحفظت حقوق الجميع بما فيهم حقوق العمالة الوافدة تجنيبها تعرض لأي استغلال في بيئة العمل. هذه بعض المنجزات الكبيرة اللي حابين نتحقق لها.
نعم نجدد لكم التهنئة. شكرا لك سيد جمال عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، شكرا جزيلا لك.